ثلاث انواع اقراص الحش، قول اربع انواع مو ثلاث انواع، لان بعد اكو ناقص نوع اللي هو بلاستيك، يصير خيطين بلاستيك، هذا الاماكن صعبه. نجي على اول نوع اللي هو نوع الشفرات، يكون قالب مصبوب صب، هذا يستخدم للحشيش يستخدم مع شلون شفراته، هذا يستخدم للحشيش، حش الحشيش، هذا نعوفه على صفحة. هذا طبعا سعره 5000 دينار اقل جوز، اكو 7000 نوع السعدي، خوش نوعية مضبوطة. تقدر تستخدمه للقصب، بس قصب لازم خفيف كلش ومو يابس. نجي على القصب، بعدين اكو نوعية لخ. تمام، القرص الثاني اللي هو قرص القرص مع الخشب، هذا القرص مع الخشب طبعا يفيد الخشب الثخينة، يعني خشب يقص شكو شي خشب يقصه، مثل عندنا والله هذي اخشاب اللي تطلع الادغال خشبها قوي يصير، فهو هذا يسنون عباك، يسنون المنشار كلش حادة، وممكن تنحد يعني هذا ما ينذب مثل هذا ما ينذب، يعني ظل تستخدم بي لحد ما ينتهي هذا السن مالته. القرص الثالث اللي هو نفس هاي النوعية، يجي هيج او هيج، المهم هيج او هيج ما يكون علاقة بذني، هيج او هيج نستخدمه للقصب، الشيء الثخين مثل القصب، وهذا خاص بالقصب. ساح تشوفونه هذا ثلاثي، انا جايبة ثلاثي، شون هاي شفراته، هاي يعني يبقى 20 سنة جوز ممكن تستخدمها لحد ما تنكسر. تقدر تحده كل ما يضعف تحده بالكوسرة، ما عليه شيء، يعني الشراء لمرة واحدة عدا هاي تخلص بعد ما تقدر تحدها. ذاك القرص مال الخشب ممكن تقدر تحده، أنا يعني قلت تقدرون تحدونه، ويجي رباعي او ثلاثي. واكو واحد الاخ ايضا هسه انزل صورته، انا ما جبته للاسف نسيت، ذاك يسمونه بلاستيك، شفرات بلاستيك نسميه، ذاك الاماكن صعبه الضيقه، الاماكن مال الحديقه ممكن، ذاك هم يتبدل الشعرات البلاستيك، فشي ذاك كلش روعه، بس للاسف نسيت اجيب من عنده.